اليمن اليوم. تنتظر المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية ساعة الصفر للبدء في تأمين الأجزاء المتبقية من الساحل الغربي وتطهير محافظة الحديدة من الميليشيات الحوثية بعد تأمين مدينة البرح وقطع خطوط الإمداد على الميليشيات في هذه الجبهة المهمة. انتهت المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح وألوية العمالقة والمقاومة التهامية من الإعداد للعملية العسكرية الواسعة لتحرير الحديدة وما تبقى من الساحل الغربي لليمن. وانتظر حراس الجمهورية ساعة الصفر لبدء المرحلة الثانية من معركة الخلاص الوطني التي تتمثل في التقدم باتجاه الحديدة لتحريرها من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية أعلنت أنها تعمل تحت قيادة غرفة عمليات مشتركة بدعم وإسناد كامل من قوات التحالف العربي والقوات الإماراتية، وتنتظر ساعة الصفر من القيادة المشتركة للانطلاق بتحرير الحديدة وتأمين الساحل الغربي بالكامل. وتشهد صفوف الميليشيات الحوثية انهيارة كبيرة عقب إنجاز المرحلة الأولى من معركة الخلاص الوطني بتحرير مناطق غرب تعز وقطع الإمدادات عن الميليشيات وسط استمرار تقدم المقاومة اليمنية بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية على جبهة الساحل الغربي. وتمكنت المقاومة الوطنية المسنودة بالمقاومة الجنوبية والتهامية خلال 3 أسابيع من تغيير معادلة المعركة في الساحل الغربي وإحكام كامل السيطرة على مفرق المخا ومحيطه قبل أن تتقدم للسيطرة على مفرق الوازعية ومدينة البرح وسلسلة الجبال المحيطة لقطع الإمدادات عن ميليشيا الحوثي وفك الحصار عن مدينة تعز. وهي معارك تكبدت فيها الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح وأجبر بقية عناصرها على الفرار مخلفين وراءهم أسلحتهم وجثث قتلهم. بروح بدم يديك يا